بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. قال الله تعالى على لسان أبينا آدم وزوجه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليه السلام بيديه وكرمه وأسجد له ملائكته وخلق له زوجة لتؤنسه، وأسكنهما سبحانه وتعالى الجنة لينعم فيها جنة التجربة، لأن احنا مع أقوال العلماء التي ترى بأن هذه الجنة لم تكن الجنة جنة الخلد، وإنما هي مكان منتخب على ظاهر الأرض في من كل شيء يحتاج إليه آدم وزوجي وزيادة لإجراء هذا الامتحان والتدريب اللي حيتعرض له سيدنا آدم من وسوسة إبليس، وماذا بعد هذه الوسوسة. وهذا الرأي هو المختار بالنسبة إلي من أقوال السادة المفسرين، بأن هذه الجنة كانت جنة التجربة. أباح الله تعالى لسيدنا آدم وزوجه في هذه الجنة أن يأكل من الجنة من حيث شاء من ثمارها، لكن ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم شجرة معينة، امتحان واختبار ليهم. وقد نادى الحق سبحانه وتعالى على سيدنا آدم باسمه تكريما له: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. عشان يجري عليهم هذا الامتحان، فلم يترك الحقيقة اللعين آدم وزوجه يتمتعان بهذا النعيم وهذا التكريم وتلك المكانة، وبدأ يوسوس وزين ليهم الأكل من الشجرة المحرمة، فوسوس لهما الشيطان. والوسوسة في اللغة يعني الصوت الخفي اللي مش مسموع. وسوسة الشيطان ما يجده الإنسان في نفسه من الخواطر الرديئة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. فلمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، تلاقي كده وساوس مش حلوة تهزك، ما تخليكش ثابت، ما تخليكش على يقين مما أنت عليه من يقين، فتلاقي دايما تكذيب بالحق، إعاد بالشر. دي من ضمن الواردات الشيطانية، وكمان في واردات من الملائكة الكرام بأمر من الله تعالى. فبدأ يوسوس لآدم وزوجه، وقال الله تعالى واصفا هذا الحال لنا في القرآن الكريم: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وما زال إبليس يخدع آدم وزوجه بالترغيب في إن هم يكلوا من هذه الشجرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش غيرها، وده كان رمز، دي فيها أنا رمزية، لأن الحلال كثير والمحرم شيء قليل جدا، فكان كل ما في الجنة حلال لآدم، والشجرة دي هي الوحيدة المحرمة إنه يطعم منها. ودي رمزية زي ما قلنا لحضراتكم في إن المباح كثير والمحرم شيء قليل، لامتحان واختبار بني آدم. استجابوا لوسوسة إبليس وأطاعاه، فلما طعم من الشجرة المحرمة وانكشفت لهما عوراتهما خجلا، وجعل يجمعان بعض أوراق الشجر من الجنة ليسترا بها عوراتهما. فعاتبه الله تعالى على هذا الأمر فقال، قال الله تعالى: وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لكن نسي سيدنا آدم وعصى، ولما أن وقع ما وقع من نسيان آدم الأمر الإلهي والاستجابة لوسوسة إبليس، أراد التوبة لأنه خالف الأمر الإلهي وعايز إنه ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه. هيعمل إيه ساعتها؟ قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فما هي تلك الكلمات؟
جاء بيانها، يعني الآية جت في البقرة، بيان الكلمات دي للتلقي ده كان إيه؟ بيانها جاء في آية الأعراف اللي هي جوهرة اليوم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فربنا سبحانه وتعالى علمه إنه لما يقع منه شيء بيخالف فيه الأمر الإلهي يدعو الله بهذا دعاء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكان النداء بربنا، لأن الرب هو المربي والمصلح والسيد. يعني يا ربنا نعترف أننا ظلمنا أنفسنا فأخطأنا وقصرنا بمخالفة أمرك ونسيانه وطاعة الشيطان في إغوائه، هذا الشيطان الذي هو عدونا وعدوك. وهذا الحال في دعاء التوبة هو الحقيقة يعني مرحلة الاعتراف بالذنب، دي أول مراتب التوبة الصادقة، بأن يعترف المذنب بذنبه بين يدي خالقه طالبا للرجوع إلى الطريق المستقيم، فيكون ده أرجى للقبول. إنك أنت تعترف بين يدي الله سبحانه وتعالى إنك أخطأت إنك قصرت، ومعناه إنك معنى إنك اعترفت إن قلبك عصرته التوبة. إزاي أنا عملت كده؟ إزاي أنا أخطأت؟ إزاي أنا خالفت؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيفتح الباب للتائبين، فعلمنا هذا الدعاء وقص علينا هذا القصص لنتعلم، لأنه القرآن الكريم لما قص علينا القصص قص علينا من القصص ما نحتاج إليه في دنيانا، وأجرى على ألسنة الأنبياء الكرام والصالحين والأولياء من الأدعية المباركة اللي احنا قلنا لحضراتكم إنه الأدعية هي مفاتيح الخير والفرج والنصر. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن لم تغفر لنا وتستر ذنبنا، غفر الشيء تقول غفرت الإناء يعني غطيته، إن لم تغفر لنا جاية من الغفر، أو تقول غفرت الإناء أي غطيته، فكلمة تغفر يعني تستر الذنب بتاعنا. ولما يستر الذنب معناه أنه تجاوز عنه، يعني يعفو ويتجاوز عنه كأنه ما تمش، بيغطيه بيستر عليه. وبيكلموا رب العالمين سبحانه وتعالى إن إحنا لنكونن من الخاسرين إن لم تغفر وترحم، هنكون من الخاسرين اللي خسروا الدنيا والآخرة بخسران مغفرتك وعفوك ورحمتك. فإنه سبحانه وتعالى إذا ستر عفا تكرما منه وفضلا. والحقيقة إنه لم يكتفي آدم وزوجه بطلب المغفرة فقط، بل طلب معها يعني مع ستر الذنب إن يتغمدهما الله سبحانه وتعالى برحمته. وإن لم تغفر لنا وترحمنا، وهيبتدوا بقى يدخلوا في مزيد طلب، يعني مزيد من طلب الرحمة ومزيد من التذلل لله سبحانه وتعالى عشان يطلبوا من الله اللطف بيهم. قال وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هنكون من الخاسرين يا رب إن لم تغفر وترحم، هنكون من الخاسرين إن لم تغفر وترحم اللي خسروا أنفسهم بظلمهم لها في إنهم قصروا وخلفوا الأمر الإلهي ويخسروا غفرانك يا الله وما ينعموش برحمتك. ولا شك إن ذلك هو الخسران المبين، لما الإنسان يفوت غفران الكريم ورحمة الرحيم يبقى ذلك، إذا فاته ده يبقى ده الخسران المبين. وطبيعي لأن المؤمن في حياته الدنيا حيواجه عداوة إبليس عن طريق الوسوسة والإغواء. والحقيقة برضو إن إبليس كشف عن أسلوبه مع بني آدم، لأن هو بيعلن العداوة وهو حاقد، لأنه ده اللي ربنا خلقه وكرمه وأسجد له الملائكة الكرام، ولما أمره يسجد ما سجدش. وربنا أراد لسيدنا آدم هذه التجربة وذلك التمرين اللي أجراه عليه في هذه الجنة، جنة التجربة،
وبعدين زي ما قلت لحضراتكم قص علينا القرآن هذه القصة لنتعلم منها كيف نتوب إلى ربنا من الذنوب التي لا محالة سنقع فيها. إبليس لما طرد من الجنة وطرد من رحمة الله تعالى بسبب كبره وعدم طاعته لأمر الله تعالى، هو راح قايل إيه؟ والقرآن الكريم سجله عشان يعلمنا ربنا ويلفت انتباهنا. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني هاجي لهم من كل ناحية ومن كل جهة، من كل جهة أستطيع إن أنا آتي فأوسوس لبني آدم وألتمس كل غفلة أو ضعف هيكونوا فيه حتى لا يكون أكثرهم مؤمنين. مفيش بعد كده حقد وغل. إبليس يعلن ذلك ويسجل لنا القرآن الكريم ما قاله إبليس اللعين لننتبه إلى أنه لن يتركك على طريق الاستقامة سائر، إنما سيأتيك من كل مكان بكل يعني ما يستطيع من قوة، من يمينك، من شمالك، من فوقك، من تحتك، يأتيك ويوسوس لك ويغري بك على فعل المعاصي. عشان كده ورد في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات. اللي هي ايه الدعوات دي؟ اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. فكان ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يدعه أبدا صلى الله عليه وسلم. إبليس أعلن خطته وأعلن أنه مش هيسيب بني آدم والإغواء اللي هيجريه والوسوسة اللي هيعملها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء. وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم لنعتاد أن نرددها ولا نتركها كما كان لا يتركها صلى الله عليه وسلم. وختاما، كانت أول عبادة مارسها آدم وزوجه عليهما السلام كانت دعاء التوبة والإنابة. قال: يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات في كتابه الحكيم بدوام التوبة، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناة أون. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان. إن شاء الله النهاردة ناخد أسئلة حضراتكم وسريعا كده ناخدها ونبتدي في الرد إن شاء الله بعد فقرة الكتاب. ست أم سوزان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتوره، بنتي ميته بقى لها اسبوع وهي عندها 5 شهور، عايزاكي تدعي لي ان ربنا يصبر، وانا بدعي لها ان ربنا يرحمها على طول. يعني انا عارفه ان هي من الابرار بس دعايا بيوصل لها. حاضر. هي هي عندها، كانت صغيره يعني 5 شهور يعني. عندها 5 شهور. ان شاء الله بابك للجنه ان شاء الله يا ست ام سوزان. معانا استاذه يسريه. أستاذة يسرية، أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياتي، كان عايزة أسأل حاجة صغيرة. اتفضل. الرسول كان أول آية نزلت كان بيقول اقرأ باسم ربك، بيقول أنا ما أنا بقارئ. مش الوحي كان نزل على الرسول ولا كان سيدنا جبريل؟ وبعدين هل الرسول فعلا كان بيقرأ، كان متعلم، ولا كان جاي الربيع الأمي؟ تمام.
بس كده. شكرا. أستاذة نرمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخة؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة يا أستاذة نرمين. ربنا يبارك فيك يا رب. أنت عارفة والله أنا بقالي 6 شهور عايزة أكلمك، مش عارفة أتواصل معاكي خالص. أمريني يا فندم. ربنا يبارك لك، بس بالله عليك تسمعيني وتطمنيني وتريحيني. اتفضلي. ربنا يبارك لك. أنا ابني متوفي، أنا ابني عنده 10 سنين. أنا دختي بيه، أنا رحت بحميات كفر الزيات. ما جبرونيش، رحت بحميات بس يوم قعدت. ليه هو كان عنده إيه يا فندم؟ ولا حاجة، سخونين. ما كانش عنده حاجة غير سخونين. رحت بحميات كفر الزيات. ما خدوهوش، قالوا لي ادوله علاج وقالوا لي روحتي. طلعت بحميات كفر الزيات، رحت بحميات بس يوم قعدت بيه 7 ايام. طلعت بالحميات بس يوم رحت حميات طنطا قعدت بيه 31 يوم. رحت بلد تانية بعد طنطا كده توفى هناك. المدة اللي انا قعدتها في طنطا عنده ايه يا دكتور؟ يقول الحمى تحت البحث وسخونية، الحرارة توصل ل40 و42 ومسافة ما ياخد العلاج اللي هو طب بتاع. طب بس السخنية. السؤال يا أستاذة نرمين، أنت عارفة أي. الوقت معانا ضيق، قولي لي السؤال وأنا أسألك. أنت أنا عايز اتفضلي. أنا قصرت معاك في إيه؟ طلعت بيه متوفي عنده دي سرطان أخدار. في الدم. دي أقدار. معذرة. دي أقدار. أنت قصرتي إيه وأنت لفتي بيه كل اللف ده؟ وطلع عنده سرطان في الدم. وطلع عنده ورق، وكل ما صلي كان يقول لي ما فيهوش حاجه، ودلوقتي كل ما يجيلي غرجان، يجيلي معيط في المنام، وبقالي دلوقتي زياده عن 4 شهور ما شفتوش نهائي، وهو وحش. ربنا يصبرك. قولي لي هو توفي عنده 10 سنوات. عنده 10. طيب اصبري واحتسي، اصبري واحتسي. شكرا يا استاذه نرمين. أستاذة أسماء. يا أستاذة أسماء نوطي التلفزيون بس. اتفضلي يا أستاذة أسماء مع حضرتك. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة دكتورة نادي. أهلا ست الكل، اتفضلي. أنا بحب حضرتك جدا والله دكتورة نادي. يا ستي ربنا يبارك فيكم وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، الحمد لله. اتفضلي يا ست أسماء. ايه يا دكتوره ناديه، انا ساعات كده يا دكتوره ناديه يعني الصلاه يعني انا ببقى عايزه اصلي والله، بس مش عارفه ساعات كده بحس ان انا بسهى عن الصلاه، بس مش عارفه بقى هو من البيت يعني ولا بتسهي من العيال ولا كده. يعني بتسهي، يعني بتتلهم في البيت وبعدين يروح أيوة. عليك الفرض. أيوة. مش انت تبقي بتقولي لا انا مش هصلي؟ لا انا ببقى عايزه اصلي، بس ساعات يعني من كتر الشغل اللي في البيت. انت بتسهي بشغل البيت؟ اه. بس لما بتقعدي مع نفسك وتلاقي ان فاتك الفرائض دي بتصليها؟ لا. ولا بتصليش خالص؟ لا ما ينفعش. لا ما بصليهاش. طيب شكرا. كتير يا اسماء الفرائض اللي بتسيبيها؟ لا يعني مثلا لا. يوم افرضي انا ما صليتش كل يوم ما بصليش، ولا قصدك بيفوتك بعض الفرائض؟ لا بيفوتني بعضهم، بس ما بقدرش يعني مش ما بقدرش. لا. ما بتعمليش ما بتقضيش الفرائض؟ لا ما بصليهاش. لا يا تمام فهمتك انا. شكرا استاذ اسماء. طيب هنستاذن حضراتكم نطلع الى كتابنا، كتاب قلوب عامره، وبعد الكتاب ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى وتوفيقه. كتاب قلوب عامره الفكره الاساسيه بتاعته ازاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، نجهز المصاحف عشان نصحح الآيات الجديدة اللي عليها الدور من سورة النبأ. بنذكر بالرواية التي نقرأ بها، وهي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. مستعدين؟ يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. عايز أسمع الهمس والقلقلة. الهمس عندي فين؟ فين يا عبد الله؟ حرف التاء. أنت موافق؟ سادن؟ حرف التاء. أنا عندي هنا أهي الحرف ده من حروف الهمس، وبالتالي وساكن قدامكم، لازم أهمس. الحرف المهموس بيبقى لازم أجري شوية نفس وأنا بنطقه، زي ما قلنا قبل كده. ليه؟ عشان يظهر، وده لضعف الاعتماد على مخرج حروف الهمس. فأنا أعمل إيه؟ أجري شوية نفس عشان يساعدوا الحرف يبان معانا. وبتكلم عن مشهد عجيب ورهيب، مشاهد القيامة. السماء المتماسكة دي تتشقق وتتفتح وتبقى أبواب بحول الله وقدرته. آيات كلنا هنشوفها، فلازم أبقى فاهم المعنى. شوفوا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. 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 الباء عندي هقلقل الحرف من حروف القلقلة اللي مجموعة في قطب جد. الحرف ساكن وقدامي أهو في وسط الكلمة. لازم نبرة تحريك الحرف تبقى قوي عشان يظهر الحرف معايا، ما تبقاش أب وابا. أب وابا. بهزه تاني، قولوها. أب وابا. أب وابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. أيوة، الهمس برضو يظهر معايا في التاء بتاعت فكانت. شايفين النفس يخرج مع الحرف اللي وضعه هنا صفة الهمس لضعف اعتمدنا على المخرج، فشوية النفس يساعدوا إن الحرف يخرج ويبان. وأسمعه تمام؟ أنس عشان زعلان ما قراش المرة اللي فاتت. يلا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. جميل. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. عايزة الهمزة بتاعي فتأتون. فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا.
هو أنا عجبني قوي يا أنس تصويرك، تصوير أنس للكلمة رائع، بس أنا بقول لك نحس المعنى، بس مش عايزاك إيه أقول إيه الجبال، أقول سيرت الجبال، لا سيرت الجبال، تمام؟ مش عايزة أهز الكلمة وأنا مش محتاجة أهزها، أنا بقلقل بس حروف القلقلة اللي إحنا عارفينها بأحكامها المعروفة. وسيرت تاني، وسيرت الجبال فكانت سرابا، فكانت سرابا، عشان ما تتوهش التاء مع السين، فكانت سرابا. خلي بالك ان هما قريبين من بعض، حرفين متقاربين قريبين في المخرج، تاء تاء قريبين الى حد ما، فاقول هنا فكانت سرابا، فكانت سرابا. يلا يا سارة مرو أرد. جميل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. تاني تاني. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور. مش يوم، والعب ببقي كتير، لا على طول، ينفخ، ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، فكانت أبوابا، فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، فكانت سرابا، فكانت سرابا. يلا يا شوشو. إن يوم الفصل كان ميقاتا. لا لا لا، وداني وجعتني بجد يا شوشو، ما تزعليش بقى يا شوشو، انت تطورتي تطور حلو قوي. ليه بس كده هقلب الصاد سين والسين صاد؟ السين صفاتها ليها صفات غير الصاد خالص، ومش هدخل المخرجين في بعض، انطق الصاد سين والسين صاد، اقلب المعنى. ايوه في كلمات كتير تتقلب المعنى وتغيره، انا بدرب الفم ازاي ينطق، قدر ما اتدرب واكون عندي صبر اني اتعلم يجيني مدد الله بتوفيقه، فلازم ابذل مجهود واعمل اللي عليا. سا 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 سا، فاتح بق يمين وشمال، سا سا صا 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 صا، عجبتني قوي، صا 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 صا. يلا يا شروق. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وتدربي عليها لما ترجعي. يلا. يوم ينفخ في الصور فتأتون ينفخ، يوم ينفخ في الصور فتأتون، هي نفس الصاد هي نفس الصاد ليها مخرج، الصور مش السور، الصور، الصور ده المنفاخ ده زي اللي هينفخ فيه إسرافيل، زي بوق، أحسنت، غير السور، الصور ده البوق الكبير اللي هينفخ فيه. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، مش أبواب، أبوابا، أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. جميل. إن لا احنا واقفين لغاية هنا، صححين. يلا يا زهراء. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أظهري الهمزة شوية يا زهراء. فتأتون أفواجا، لأنه بيتقطع عندها النفس، دي الحروف الجهرية، الحروف الجهرية النفس لقوة الاعتماد على المخرج، مخرجها بتطلع بقوة منه، يبقى فتاء ما تبقاش صيصة فتاتونة، لا فتاتونة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا،
وسيرت الجبال فكانت سرابا فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. تقول صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بمشاهدينا الكرام. نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم. كانت ست أم سوزان فقدت طفلة من كان عمرها 5 شهور وربنا إن شاء الله يصبرك وأبشري. وبقول لحضرتك وبقول برضو لأختنا الفاضلة اللي ابنها الأستاذة نرمين اللي فقدت ابنها أبشرة ببيت الحمد في الأستاذة نرمين أبشرة ببيت الحمد في الجنة وربنا يخلف عليكم بالخير ويصل لها طبعا كل ما تقومين به من الدعاء. إنه بتبقى هي في أحوال شريفة في ذلك المكان. وفي الحديث يعني إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته يعني قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم يا رب. قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم يا رب. والله بذلك عليم. لكن ده تصوير لهذا إن هذا الأمر فجيعة بالنسبة للإنسان. فيقول عز وجل ماذا قال عبدي وهو أعلم بذلك؟ قالوا حمدك واسترجع. قال الحمد لله على كل حال. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وبيتصبر يصبر نفسه يقوم ربنا سبحانه وتعالى يتداركه بلطفه الخفي ويصبره ويثبته. وبعدين حمدك واسترجع فقال يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يربط على قلوبكم ويغفر لموتاكم ويرحمكم وإياه ويكونوا إن شاء الله أبواب ليكوا يعني إلى الجنة يعني إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لي الأستاذة يسري اللي بتسأل إنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له سيدنا جبريل عليه السلام اقرأ فقال ما أنا بقارئ وبتقول الوحي نزل على مين وبتقول هو النبي الأمي اللي نزل عليه الوحي هو النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وقول النبي الكريم ما أنا بقارئ يعني أنا لا أجيد القراءة فهو النبي الأمي. والأمية في حقه صلى الأمية عموما في حق البشرية نقص في حق البشر إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فهي كمال وإعجاز. الله تعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاستهل الآية هنا بوصفه بالأمية لأنها كمال وإعجاز في حقه صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لي الأسئلة بتاعت حضرتك في هذه المسألة. وست أسماء سريعا بس بتفوتك الصلاة
أول ما تسمعي الأذان صلي على طول، أول ما تسمعي الأذان صلي. والنقطة الثانية، الصلوات يعني مجرد سماعك الأذان تصلي، مش لازم لو أنت مشغولة وفي أطفال كتير، عدم الإطالة في الصلاة، الاقتصار على الفرائض فقط والأركان فقط عشان ما يدخلش الأمر عليك. تذكري كتير جدا خارج الصلاة عشان تعاني، وتسألي الله المعونة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الإنسان يدعو لنفسه ولذريته بالخير. الصلوات اللي فاتتك لازم تقضيها، لأنها دين في الذمة يا صاحبة السؤال. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم يا ربنا، يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم يا ربنا، إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.